دلوقتي في سواق تاكسي في اسكندريه اسمه محمد عزام. محمد عزام عمل لنا مبادره مختلفه، هو انه بيتيح للناس انها تركب معاه ويشوفوا الكتب يحطها في العربيه او التاكسي عشان يقروها خلال المشوار. كمان بيبيع الكتب دي باسعار معقوله جدا داخل التاكسي. تعالوا نشوف تجربه كده مختلفه عملها محمد عزام لتشجيع القرايه والثقافه، ونرجع مره تانيه. بدأ محمد عزام وهو سائق سيارة أجرة يجوب بها الشوارع الإسكندرية في إتاحة خدمة كتب متنقلة أملاً في تشجيع الناس على العودة للقراءة. بدأ عزام المبادرة قبل عامين ويتيح من خلالها الكتب بأسعار معقولة لكل من يصادف الركوب معه، وتعطي بعض الناس لعزام كتباً أدبية وأكاديمية يبيعها بعد ذلك بسعر أقل خلال جولاته بسيارات الأجرة. الفكرة جات لي إن أنا شفت الناس بعدت عن القراية، فحبيت ان احنا بدل ما نضيع وقت واحنا ماشيين في السكه مع الناس نتكلموا في اي كلام من كلام الدنيا، فبدات ان انا اعمل كتب داخليه كده داخل التاكسي وبعرضها على الناس، وسميت المبادره بتاعتي تاكسي بوك، يعني واخده كده تعالى نسيبه الفيسبوك شويه ونرجعه شويه تاني للكتاب. وبدات ان انا اقف في ميادين وبقف في اماكن متعدده، وشاف ان الناس يعني الحمد لله الناس فيها عندها اقبال ان هي ترجع تاني للقرايه من جديد. وروى عزام كيف نمت مبادرته كثيرا الان مقارنه بما كانت عليه وقت بدايتها، لدرجه انه قرر استئجار مكانين صغيرين لوضع مجموعته المتناميه من الكتب. حجم الشغل والكتب بدا يكبر جدا، فطبعا التاكسي مش هيستوعب كل الكم دوت، فقررت ان انا اخد مكان، وهو ده كان الهدف من الاول. لكن استجابة الناس وكترة الكتب معايا في خلال السنتين يعني قررت أن أنا أخذ مكان أزاول من خلاله المبادرة. وعبر عزام عن أمله في أن تمتد المبادرة لمختلف محافظات مصر. هدف أن احنا نتوسع في كل أرجاء الجمهورية، ونكون سلسلة تاكسي بوك يعني بدأت من الرصيف ومن الشارع لكل أنحاء الجمهورية بمشيئة الله.